السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا حبايبي ايه، هنعمل كده طاسة بطاطس معاكم، وصينية بطاطس اسفة، ومعانا ايه، معانا حباية طماطم، ومعانا حباية بصل. ودلوقتي حبايبي احنا هنعمل ايه، حابب ان احط ايه، الميه، وبعد كده هسقط اللحمه. انت حبايبي كده انا هسقط معكم اللحمه، بعد ما تستوي معكم ايه، حبه ملوخيه خضرة وصينية بطاطس، ونحط فيها اللحمة. دلوقتي يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده اللحمة استوت خلاص كده. دلوقتي نعمل صينية البطاطس. يا حبايبي انا هعمل حبة رز بشعرية، مش هكتر يعني زي ما انتوا شايفين كده، عشان يا حبايب قلبي ايه ما نهدرش في الحاجة زي ما انتوا كده شايفين الاسعار كلها غلت، فحرام يعني لما نهدر في الرز وفي الشعرية او المكرون او اي حاجة. يا حبيب قلبي التوفير حلو، ولازم نبقى ايه موفرين في بيوتنا. انتوا شايفين يعني كده الحال بيجيها، الحمد لله يا رب والشكر ليك على كل حاجة يجيبها. بس يا حبيب قلبي نحاول نعمل على قد اكلنا بالظبط. يا حبيبي اهي حلة صغيرة على قد الحاجة اللي انا هعملها. دلوقتي حبايبي انا هحط حبة الرز، حبايبي زي ما انتوا شايفين كده حبايبي حبة صغيرة على قد ايه الطلب اللي انت عايزاه. انت حبيبتي تبقى عارفه الحاجه اللي هي على قد اكلتك انت واولادك، ومين بياكل ومين ما بياكلش، وانت حبيبتي تعملي الحاجه على قدكم بالظبط عشان ما تهدريش منها يا حبيبتي، عشان والله خساره خساره لما نكتر الحاجه ونكبها اكبر حرام. كل حاجه دلوقتي غاليه، المكرونه، الرز، الشعريه، السمنه، الزيت، كل حاجة حبيبتي الأسعار دلوقتي بقت غالية نار، فاحنا ايه نحاول منهدرش بحاجتنا. حبيبتي زي ما انتوا شايفين كده نوقع عليه كده النار يستوي براحته، بعد ما يفور فورة أو اتنين نوطي عليه كده ونوطي عليه النار ويتب كده على نار هادية. دلوقتي حبيبتي على حبة الرز اهي استوت، عشان على فكرة حبيبتي أنا مفيش غير حد من ولادي هو اللي يعني ماما عملي لي رز مع البطاطس ومع الملوخيه، عشان انا يا ماما ما هاكلش عيش، انا هاكل بطاطس ورز والسلطه وبس، مش هاكل يا ماما عيش. حبايبي ودي البطاطس بعد ما قشرتها وجهزتها، وحبايب 4 حبايات بطاطس، 4 حبايات قوطة، 4 حبايات بصل. ويا حبايبي كده ايه نحاول ان احنا نعمل حاجتنا كده ايه على قد الاكلة اللي هناكلها، عشان يا حبايبي ما نهدرش في الحاجة ونعمل الحاجة وبعد كده ما تتاكلش، فحرام يا حبايب قلب الحاجة تتعمل وتترمي اكبر حرام. فاحنا يعني الحمد لله يا رب، شوف الاسعار بقت حوالينا ازاي وكل حاجة باسعارها غالية، فاحنا يا حبايب قلبي ايه لازم كل حاجة كده نعملها بالراحة على قدنا. حبيت اوريلكم اول ما حطيت فيها اللحمة، وبعد كده هحط الوش الثاني من
البطاطس معلش بقى انا ما فيش حد معايا وكده بصور لنفسي. ايه هي كده جهزت، بص حبايبي هي كده جهزت معايا زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده، هي كده على النار بدها تستوي واحطها في الفرن وهوريكم شكلها لما تطلع من الفرن. دلوقتي حبايبي انا حبه الفلفل اهي المرقه معانا فارت، عملتها عفوا يا حبايبي تقلب قلب واحدة بس، بس حبايبي كده معانا اهي خلاص استوت معانا. لازم نعمل لها القشة، نعمل يا حبايبي انا ملطشة تحت الملوخية معانا حتة دهنة انا حبايبي بسيحها، كل ما بلقى حتة دهنة مع اللحمة بحوشهم على بعض وبروح مسيحاهم وبحط معلقة صغيرة دهنة ومعلقة سمن بلدي، وبروح يا حبايبي احط فيها التومة بتبقى طعمها جميل. بحط كمان معلقة كزبرة نعمة للأسف يعني حبايبي مخلصة، هتخلي الملوخية جميلة جميلة يعني اللي كنت قديه، بس هي برضو كده هتبقى كويسة وهتبقى جميلة وزي العسل والله العظيم. بس حبايبي قلبي كده رشيت الملوخية التومة عشان فيه بناويت مسكرة وزي العسل ما بتعرفش تعمل الملوخية، فهي كده الملوخية سهلة يا حبايبي. بسم الله كده نعمل حبة صغيرة على قدنا بالشكل ده يا حبايبي عشان البناويت المسكرة اللي لسه في الكلية في الجامعة عايزه تشوف الملوخيه يا حبايب قلبي. انا عملتها في الفيديو كل خطواتها عشان البنات اللي ما بتعرفش تعمل الملوخيه، البنوات الصغيرين البنوتات الحلوين اللي هم حبايب قلبنا عيالنا، والبنات اللي لسه متجوزه جديد. فحبايب بصوا هي طريقتها سهله اهي وبسيطه. دلوقتي حبايبا كده الاكل زي ما انتم شايفين كده الملوخية الخضراء وصينية البطاطس